سلام على العذابي صلوا على محمد مفتوح العين وهاي الله يخلي لي اياك ويجعله مبارك، ان شاء الله يا رب الله ما يحرمني منك. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا بنتي ويمه بالسلامه. الله يسلمك ويخلي لي اياك يا رب، ان شاء الله السلام عليكم. وعليكم السلام ابن عمي. الله يسعد مساك يا فرياد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الرحمن، اللهم صل على محمد. تبارك الرحمن. هدي هدي ابن عمي، هدي هدي. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك. الله يجعل جوازة الدهر، وإن شاء الله ما يفرق بين الدهر للموت. يو، شو جاب سيرة الموت ابن عمي بعد عمر طويل؟ لأنه بدي إياك تعيشي معي كل الدهر وكل العمر يا فرياد. إذا الله راد رح أعيش معك كل العمر وكل الدهر ابن عمي، لأنك تاج راسي. يا الله، قدي صلي ما سمعت الكلام الحلوات. ليش من مين بدك تسمعه ابن عمي؟ من مين يعني؟ من أم يحيى الله يوجه للخير. شو جاب سيرتها هلا؟ ما زال عم تذكرها، معناتها هي ببالها. لك الله وكيلي، طلعت معي هي زلة الإنسان. بعدين المخلوقة راحت بحال سبيلها، الله يسر لها. إي ولا لساتها ببالها. هلا يمينها مني بنت عمي، الله يرضى عليكي، مو وقتها هلا. لك عن وقت شو؟ هلا وقتي أنا وياكي. وقت الغلج والدلال. اللهم صل على محمد. كأنه مالك متجوزة بالمرة يا بنت الحلال، وكأنه هلا أول جوازتك تبري قلبي معناكي. فريال. نعم ابن عمي. بدي لك شغلة. مور ابن عمي. من هالليلة هي كلمتي ما بصير تنتين. عم أقول لك من هالليلة هي كلمتي ما بصير تنتهين. إيه بأمرك ابن عمي. لك روح اتجوز، روح روح، لا تاخذ بنت الاسطوح، لا تاخذ بنت البلكون. سمعنا بقى، سمعنا بقى. لك راحت عليك، لك ام حكم راحت عليك، خلاص صارت عنده، صارت عنده لعب النار. هلا لو كنت محلي شو كنت بتساوي؟ شو بساوي يعني؟ بسكت مثل ما انك ساكن. روح روح لك ابو الحكم، روح لعنده، نزعله الليله عليه، روح مثل ما عامل لك. هلا فرصتك ابو الحكم، روح. لك بتسكت ولا بقري في الرقبة شيتها؟ شفتك فوق وشفتك تحت، قريف ما شاء الله عليك، قريف. شنقليله شنقليله، روح يا خال، انزعله يا خال، انزعله يا للطبخة، روح. لك روح عنا، لك روح عنا، لا تبنينا بحالك، روح تضرب انت وياه. ايوه ايوه صحتين، وهنا على قلبك. صحتين صحتين كلي. أرجيني وشك، يا اللهم صل على النبي، خزية العين والعافية. على جواز حلياني وصاير وشك مثل طبق البنوم. على جواز حلياني؟ ليش كنت شايفتيني من قبل؟ يعني كفريال، أنا بحب أمزح معي، ليش أبغى مثل القرصي؟ كيلو كيلو مشان الله، أمزكي بتحب تاخذ وتعطي كثير. ايش بكي فريال؟ عن جد كثير حليانه يا برصان. شفتي شفتيها. فريال بيناتنا يعني، عملي لك همة وجيبي لنا ببو. ببو؟ لك لك شو الحكي اللي عم تحكيه يا امزك؟ هلا وقتها الحكي. شوفي يعني اذا جبتي ببو. لك بعد الكبره جبه حمراء انت الثانيه، معقوله؟ وبعدين غير هيك يعني، مو انت على حساب داي وبتفهمي؟ طب يا حبيبتي ما بتعرفي ان الله على كل شيء قدير؟ لك وعلى هالحكي عن جد عن جد لسان بني ادم شختي. خلص ما عم بتفوت بمخي، قال شوف ريان خانم بطل حلقه. يو
شبكن انتو اياها استلمتوها للمخلوقه؟ بعدين فريال كل عمره حلوه مو بس هلا. شفتي مثل ما قلت لك انك حليانه كثير، اللهم صل على النبي. لك دور بقلبي يا امي. ماشي امزكي، انا نفقت الدور والباقي عليكي. روحي ان شاء الله بتتجوزي، ومن اول يوم بتتجوزي فيه بتجيبي اولاد بتحبلي وبتحطيهم بالعتبه وبتعديهم بالقصبه وما بتعرفي الا من طبع. يا امي الله يعزل نصيبك يا امزكي. امين يا رب العالمين. انت طالعه من هون بتتفركشي بالعالم. من يوم يوم قبلنا من تحت لتحت. انا اللي بعرفه انا عنه حبيب ارضني الغالي دقيل اسمه الله. هلا كنا بذكر ابوك. اي والله اهلين يحيى. شرف عمي، شرب شاي شرب شرب. تفضل تفضل. ليش هيك اوعي؟ مرتاح فيهم؟ شو بهن اوعي؟ اكيد مرتاح فيهم. ابو رضيان ابوك؟ ابي شو دخل ابي باوعي؟ سؤال اكيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين الغالي. والله اي والله اي والله. ولعيونكم شدادة شدادة. قال يا عمي لازم تلبس اواعي هيك سكرتيه ويكون اشوار بك مو مخططين تخطيط هيك. بدك ياهم هيك هيك كبار هيك مشان تفتلهم ويصيروا وهرين. فرجين ليش يا الله شو دخل اواعي بشوارب برجولي؟ لك اسمع اسمع فرجين شو شوارب شو هي شوارب شوارب قبل عيب عليك عمي شوارب هيك مشان رجوليتك. لك لك هذا لبسه. روح كب لك عمي كب وشري لك شروال انبال. الزلمه بدها بعد اللي هيك شروالك ضيق. الرجال لازم يكون شروال عريض اذا تسلك هيك هيك منفخ قطع اصفر. روح ايوه. هذا انت شو بتشتغل عمي؟ انا بشتغل بالمستشفى. حكيم ممرض تحت الحكيم. ما حصلت مثل ما بدك تحت الحكيم. شو موجوده؟ شو مش سمعتني جنبي موجوده؟ شو القصه هي كلها؟ خليك واي واسمني كل النهار كنت قاعد مظبوط. يا سيدي شو انا بدي اقضيها مصبح بمشي عندك؟ شو بالي شغله غيرها؟ لا تواخذنا. ما بتواخذ بعد ما صرت حكيم ما عدنا شفناه. يا سيدي ما بتسمع اللي بقول لك؟ كل باللي دعمل حليب بصير بينفخ على اللبان. شو ما حلوه بحقي قدام اهل الحاره يقولوا عم اشوف واحد مثلك؟ شو بدك اهل الحاره ما حلو. الله يرزقك واشتغل. ما حدا عم بيقول لك لا. بس بدي اشتغل بدي ادفع حق الرخصه. رخصه شو؟ بني ادم اي بني ادم بيشتغل محل دكانه بده يدفع حق الرخصه. يا مين؟ لعلنا للحكومه. شو الحكي ها سيدي؟ ليش بدنا ندفع حق الرخصه؟ ما معي. بني ادم يا بتدفع يا بسكر لك. ضل شو؟ انا قلت لك شو؟ يا بتدفع لي رخصه المخفر يا بسكر لك يا سيدي. ما معي انا ليه بدي شيء؟ بس ما لحقت اشتغل شيء. بنسكر لك معناها. شو؟ لا سيدي خذ واعطي شيء دبر شيء. انت ابو جودات بتدبر ابو ادم. يا بتدفع يا بنزلك. ما له فكه. لا سيدي شادك ندفع وشدي. ليش شدي؟ مو لابط مو لابط يا ابو جودات لابط. شندي ابد ما هي شندك. سوري. يا اهل النمرود والعز والكرامة والطيبة والنخوة والشرف والشهامة ننسى الأيام.